اتقفلت الصفحة، مهم جدا أركز ومهم جدا أفرح جماهيري ومهم جدا أسعد كل الأهلاوية، ومهم جدا أكتر وأكتر روح الفانيلا الحمراء اللي كنتوا عليها، الجدعنة والرجولة والإخلاص وتحمل مسؤولية فانيلة النادي الأهلي ده شفناه منكم امبارح. أنا واحد من الناس لا قدر الله كان حصل حاجة كنت مجهز أطلع هنا، ألف ألف مبروك لعبة النادي الأهلي على الأداء الرجولي، وأديته مباراة محترمة، وكنت مجهز أقول كده للأمان، لكن كمان بفرحة وانتصار. لا، أنتوا رجالة بمعنى الكلمة، عشان كده هنقول لكم تاني أفريقيا يا أهلي. وهذكر الكابتن حسام البدري بصورة جميلة، كان في أحد الأهلوية في أحد المباريات إسلام وذو احتياجات خاصة وكان موجود، وبعد المباراة نادى الكابتن حسام وقال له كده وعرضناها هنا، وبيكلمه بصعوبة جامدة جدا، حتى دموع الكابتن حسام كانت موجودة، وقال له أفريقيا يا كابتن حسام أفريقيا، قالها له ثلاث مرات وعرضنا الكلام ده هنا. كابتن حسام وعد، وكابتن حسام ما تنساش إسلام وكل الأهلوية، أربع ماتشات ونبقى على منصة التتويج عشان نروح أبو ظبي إن شاء الله، أربع ماتشات نتحمل كلنا المسؤولية، واللي أنتوا عملتوه للأمانة في مباراة امبارح أمام الترجي يقارن بالجيل السابق اللي كنا أتشرف اللي أنا كنت موجود فيه للأمانة، رغم الوفرة العددية اللي موجودة في اللعيبة في كل مركز فيه اثنين وثلاثة، بتتكلموا يا جماعة صالح جمعة نجم النجوم ومعشوق الجماهير وبتحب ما لعبش، بتتكلموا الوفرة العددية أحمد حمودي متوفر كل حاجة للفريق ما لعبش، بتتكلموا أحمد الشيخ ما لعبش، بتتكلموا في لعيبة مهمة جدا جدا، عماد متعب مين يقدر يتكلم على عماد متعب، واحد من أهم رصاصات الحربة في تاريخ مصر ما لعبش، في وفرة عددية وفي احتياجات الفريق اللي بيعوزه موجود بالكامل، الإدارة موفرة بالكامل كل حاجة للأمانة، ودي أمانة لازم كلنا نقولها النهاردة. والتحدي اللعيبة قابلته والكل كان على قلب رجل واحد، مش مهم مين يلعب المهم الأهلي يكسب، والحمد لله ربنا أسعدنا. صفحة وتتقفل، ومن بكرة نشتغل لمباراة النجم الساحلي، لأن هتلاقوا وحوش هنا في استاد برج العرب في مباراة العودة إن شاء الله، وعندنا يقين وثقة للنادي الأهلي في المباراة النهائية. أقل حاجة أقدمها للاعب النادي الأهلي زي جماهير النادي الأهلي ما بتغني وبتقول 11 راجل في الملعب، نروح نسمعها عشان عندي كلام مهم جدا أعرضه لحضرتكم. أهلاوي أنا والفخر ليا أكيد، وبنعتز بالنادي الأهلي، واللي عاجبني أكتر وأكتر أجيال بتسلم أجيال، مش البطولات بس، أجيال بتسلم أجيال، التحدي والقتال وروح النادي الأهلي والجدعنة والرجولة والإخلاص والوفاء، وحاجة مشرفة وحاجة محترمة جدا جدا جدا.
ادي صوره الكابتن حسام اللي انا قلت لحضراتكم عليها من شويه، واسلام مشجع الاهلاوي المحترم اللي بيروح ورا النادي الاهلي في اللقطه دي كان بيقول له عدناها قبل كده وبعدها تاني النهارده افريقيا يا كابتن حسام. فاتمنى اكيد الكابتن حسام بيتابعنا وهيوصل له الكلام ده. اوعى تنسى اسلام وكل الاهلاويه يا كابتن حسام، اعملوا اللي عليكم، قاتلوا جوه الملعب والنتيجه بتاعت ربنا، وده من غير ضغوط، وهو ده اللي احنا بنقوله طول الوقت. عايزين نتكلم شويه الاجواء كان فيها ايه. دايما بنحب الروح الرياضيه ونشرها في